أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة: يا شيخ، المرأة التي أدت العمرة وقد لبست النقاب حتى أكملت عمرتها ثم رجعت إلى بلدها، إذا كانت ناسية أو جاهلة فليس عليها شيء، إذا كانت متعمدة وتعلم أنه لا يجوز لبس النقاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإنه يكون عليها فدية. تخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وإما أن تذبح شاة، والذبح يكون في الحرم وكذلك الإطعام يكون في الحرم، وأما الصوم فيجزي في أي مكان. نعم.